السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي طريقة الحصول على أي فولتية مثلا من مصدر عالي. مثلا أنا عندي بطارية بالسيارة وعندي جهاز أريد أشغله على السيارة، مثلا هو 9 فولت أو هو 5 فولت أو هو 8 أو 6، فحتى ما يعطل يعني تحصل على أي فولتية من مصدر ثابت. مثلا عندك 18 فولت وتريد تأخذ معدها 5 فولت، عندك مثلا 24 وتريد تأخذ معدها 12، وهكذا. يعني طريقة سهلة وراح أشرح لك بواسطة مثبت منظم الجهد اللي هو يستخدم في أكثر الأجهزة الإلكترونية ومتوفر بكثرة. طبعا هذا منظم الجهد اللي هو 78.05، يعني هذا يخرج 5 فولت من أنا مدخل التيار من 7.5. إذا تريد تخرج 5 من 7.5 إلى 18، من هنا يخرج 5، هذا بالنص يكون البارد، ومن هنا دخول التيار. هسه راح أشرحه عملي، يعني شلون نحصل على هذا التيار. هسه أنا عندي هذا مصدر فولتية 12 فولت، يعني بطارية خلينا نقول مع السيارة. هاي هسه البطارية وهذه الفولتية، هاي عندي فولتية، هذا مقياس الفولتية، واضح مقياس الفولتية. خليه بالنص خوف ما يطلع بالصورة، نخليه على الدي سي. هذا يخرج 12 فولت، ونجيب منظم الجهد اللي هو 5 فولت، هذا بالنص قلنا بارد والبالطرف هذا حار رئيسي، هذا بارد رئيسي. هسه هاي خرجت عندنا 5 فولت، وراح نفحصها بالمقياس الالكتروني. هذا الشاصي هو البارد متصل يعني ويا الوسط، هذا هسه عندنا 12 فولت واضح، وهذا التخريج مالته طبعا يخرج 1 امبير، يعني حتى 1.5 اذا بمشتت حراري ممكن. هسه هذا مصدر الفولتية 12، هسه راح نغير مصدر الفولتية. هذا شاحن لابتوب يخرج 18.73 بالعشرة، 73%، هذا الحارة الرئيسي. هسه هاي يخرج 5 فولت، هذا مصدر التيار 18.73 أو 72، جاي يخرج 5 ثابت. أما بقية المتسعات والتعقيد بالخرائط الإلكترونية هذا كله يعني تنقية التيار. هسه هذه 5